يتواصل تحديث وتطوير الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية للوصول بها لشكل حضاري ومعماري يواكب النهضة الإنشائية والحضارية الكبيرة التي تشهدها البلاد. التطوير شمل وضع نموذج معماري واحد لكافة الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية ومواصفات موحدة لتبدو بهذه الألوان المتناسقة والشكل من الخارج. شكل حضاري اختير من بين العديد من التصميمات بعناية بما يساعد المواطن على الوصول إليها بسهولة ويسر، وليكن معلماً رئيسياً في المدينة الموجود بها القسم أو المركز أو النقطة الشرطية. ويتم رفع الكفاءة الإنشائية لكل الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية وفقاً لخطط زمنية محددة، بانتهائها سيكون الشكل موحد من الخارج وبما ينعكس على مستوى الأداء والخدمة الأمنية المقدمة في تلك الأماكن في ظل اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة وبما يعكس الواجهة الحضارية للشرطة المصرية ويسمح بتقديم خدمة أمنية حضارية تليق بالمواطن المصري الذي يتعامل بشكل يومي مع تلك الأقسام والمراكز والنقاط الشرطية وبما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان مع سرعة التعامل مع كافة البلاغات. مروعية تطوير بعض الأقسام بما يتناسب مع البيئة الأثرية والمعمارية المحيطة لبعض المحافظات، وهو ما بدا واضحا في الأقسام الشرطية التي تم الانتهاء من تطويرها في هذه المحافظات، فأخذت هذا الشكل مع مراعاة النموذج الموحد الذي وضع للتطوير الشامل لها. ويعكس هذا التطوير الاهتمام الواضح الذي توليه وزارة الداخلية لكافة قطاعاتها والخطوات الثابتة التي تخطوها نحو هذا التطوير بما يليق بالمواطن المصري والتنمية المتسارعة والنهضة الشاملة في البلاد، والتي تحتاج لتطوير كافة أدوات العمل الأمني لتواكب تلك النهضة.